أهلا بك، أنا فادي فرح من مصر، أعمل كمدرس لغة عربية في زازا سكول. لغتي الأم هي العربية، درستها وتعلمتها في المدرسة والجامعة بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية، كما حصلت على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي. أتطلع إلى مساعدتك في تعلم اللغة العربية وإتقانها على الصعيد العملي والمهني والحياتي، حيث إنها لغة واسعة الانتشار والاستخدامات. أعمل في هذا المجال منذ 3 أعوام، ساعدت تلاميذي الصغار والكبار على إتقان اللغة في أسرع وقت قدر المستطاع. سافرت إلى العديد من الدول الأوروبية، مما ساعدني على التعرف على العديد من الحضارات والثقافات، وذلك كان له دور إيجابي في تعليمي للغة العربية للأوروبيين وغيرهم. أتطلع لمساعدتك في تعلم اللغة العربية. سنعمل كفريق وفقا للسرعة التي تفضلها، وذلك حسب سنك والمجال الذي تستخدم فيه اللغة. لن نهتم بالكم، بل سنهتم بالكيف. المهم هو أن تتقن اللغة وتجيدها بسهولة ويسر. شكرا لك وبالتوفيق دائما.